دلوقتي تعالوا نروح سريعا لزميلتنا لمياء حمدين عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليك يا غدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. تعالوا النهارده نقول اخبار المرور للناس قبل ما تنزل على اشغالها. بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، ويلا بينا نشوف جولتنا في القاهرة في البداية من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية، أما الكورنيش في كثافات مرورية بسيطة بتزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير، وكمان في كثافات للي مكمل لحد المعادي وحلوان. أما طريق الأوتوستراد الاتجاه القادم من مناطق التبين ومتجه للمعادي مغلق، وفي تحويلات مرورية للاتجاه الآخر. لو رحنا في اتجاه كوبري أكتوبر وبالتحديد في منطقة الإسعاف ورمسيس، بيشهد سيولة مرورية على طول كوبري أكتوبر ولحد نزلة غمرة والعباسية. أما المتجه في شارع بورسعيد ورايح للشرابية والزاوية الحمراء وحدايق القبة كمان ولحد كوبري السواح الأميرية والعكس، في كثافات عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الوائلي. حابين كمان نوضح لحضراتكم أن الإدارة العامة للمرور أعلنت أن الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي بيتطلب تخفيف أحجام المرور، وده بغلق مطلع كوبري المشير شارع التسعين بالطريق الدائري للي جاي من طريق السويس وفي اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبري التسعين من الطريق الدائري للي قادم من مناطق المعادي، وده لمدة شهرين. ناخد بالنا أن كمان في بعض الاستقطاعات لحارات مرورية وده لمدة 8 أيام، وده كمان علشان تنفيذ بعض أعمال مشروع بلوعات الأمطار في مرحلتها الثالثة بمحور النصر قبل مطلع كوبري الفنجري، طبعا في تعيين للخدمات المرورية من الإدارة العامة للمرور لمرور القاهرة. نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في بعض الكثافات البسيطة على طريق المحور للي قادم من ميدان لبنان بسبب طبعا أعمال التوسعة الموجودة على الطريق وغلقه في بعض المناطق. أما المتجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية كبيرة هناك، ولو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافة مرورية بتزيد طبعا قبل إشارة جامعة القاهرة، لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم بدأت تظهر في بعض الكثافات المرورية في منطقة مشعل، وكمان في كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. وحابين برضو نعرف حضراتكم أن الإدارة العامة للمرور الجيزة أجرت عملية غلق جزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو، وده وسط طبعا تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لغلق بداية، والغلق كمان هيكون من بداية تقاطع شارع الهرم مع شارع المستشفى والحد تقاطعه مع طريق المريوطية، وده بطول 375 متر، وتم طبعا إجراء بعض التحويلات المرورية. هنكمل معاكم ونروح لمحافظة الإسماعيلية اللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي، في سيولة مرورية كبيرة جدا جدا بتستمر من أول ما بتطلع من القاهرة ولحد مدخل المدينة، وللمتجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق كويس قوي هناك، لكن بتكون بعض الكثافات المرورية موجودة عند مداخل بعض المدن على طول الطريق. أما شوارع مدينة الإسماعيلية نفسها هنلاقي فيها سيولة مرورية كبيرة جدا وخاصة على الطريق الدائري وحوالين المدينة الإسماعيلية، وكمان طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم، كمان في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق إسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد نكمل مع محافظة سوهاج، وهنبدأ من محطة قطار سوهاج والطريق هناك عندها بيشهد بعض الكثافات النسبية، ونمشي كمان ونكمل ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية هناك فيها سيولة مرورية وفي كثافات مرورية على نهر النيل زي ما حضراتكم شايفين، وكمان الطريق المؤدي للجامعة كمان في بعض الكثافات النسبية، وفي كمان كثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. وأخيراً طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرورية. عرفنا أخبار المرور، ونرجع نكمل مع مصطفى وهدير باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكراً يا رب.